هنروح ونلتقي بمصممة الأزياء والكاتبة إنجي علاء وهي زوجة الفنان يوسف الشريف ومديرة أعماله. نجحت إنجي مع يوسف في أكتر من تجربة زي لعبة إبليس، والنهاردة بتكمل مسيرة نجاحها مع الفنان يوسف الشريف من خلال مسلسل كفر دلهاب. وأكدت إنجي أن أزياء الحقيقة المسلسل كانت مهمة صعبة جدا، لأن المسلسل ما كانش متحدد ليه زمان أو مكان معين. كمان فكرة تقديم أزياء مسلسل رعب وساسبنس، الموضوع بالنسبة لها كان الحقيقة تجربة صعبة، لكن الحمد لله اتوفقت وحققت نجاح ونسبة مشاهدة عالية جدا. تعالوا مع بعض نلتقي بيها ونرجع لكم مرة تانية. كان صعب جدا في البداية لأن ما كانش ليا مرجع، يعني أي عمل بخشه بيبقى فيه مرجع، في محلات اشتري منها، في مرجع زمني، في مكان معين. هنا لا في زمن ولا في مكان، فموضوع كان صعب. شخصيات كتيرة جدا، يعني كنت مخضوضة من كم شخصيات كان جاي لي في أول 13 حلقة اللي كانوا مكتوبين وإحنا داخلين نصور، أكتر من 80 شخصية رئيسية يعني، ومع بقى أهل الكفر نفسهم، وكل ده محتاج لبس من الخيال يعني. وبرضو كان عندي حاجات بتحكمني إن مش خيال مطلق، لأن بصور في سيوة وفي صحراء وفي بيوت معروف ان هي في سيوة صحراوية. اخر يعني ان انا كنت يمكن برجع لشكل ولبس الطوارئ زمان زي ليبيا وال يعني البلاد دي يعني، وإيران برضو خدت شوية من شكل الإيراني يعني، لازم تكون بيئة صحراوية يعني. بعد كده كان عندي مشكلة برضو في الوقت، الوقت كان ضيق جدا، هو شهر كان ما عنديش غير شهر قبل التصوير احضر فيه، فما كنتش بنام والكرو اللي معايا كله ما بينامش. كان برضو مش لاقيه قماش اصلا للمرحله دي يعني، في قماش معين كانوا بيستخدموه زمان. يمكن بس شخصيه الطبيب وشخصيه روجينا زهره هما اللي كانوا قماشهم مختلف علشان كانوا من بره الكفر.